لا انا عندي ازرق طبعا. هذا رايي، هذا رايي. ظريف هذا التحدي؟ ايه هو والله؟ ايه والله المشرف اضاءة اتصل له هيك احيانا بيطلع معه الكتاب هيطلع السلام عليكم السلام ده موتب على البرد يا علي ظريف كنت في عم ذكرنا لا لا ظريف هذا علي ظريف ظريف مطرب تونس خيي ظريف ظريف Thank you.
اهلا وسهلا بكم متابعي صدى اف ام في كل مكان في هذا البث المباشر للقاء فريقي تشرين والشرطه هنا من ملعب الباسل في اللاذقيه. بعد السلام الوطني المباراه على وشك البدايه و نبدا بتشكيله الفريقين. نبدا بتشكيله فريق الضيف. شيفان اوسي بحراسه المرمى، محمد هزاع وعامر دندشي قلبي دفاع بالنسبه لفريق الشرطه، اظهر كل من يوسف فياضي وابراهيم الطويل، بوسط الملعب خليل ابراهيم ومحمد الشيخ، على الاطراف كل من يوسف عرفه ومحمد لولو، وفي خط الوسط المهاجم وخلف المهاجم عم يلعب محمد الغلاب، وفي المقدمه المهاجم صياح نعيم اللاعب القادم من بشكل جديد يعني الى صفوف فريق الشرطه. فريق الشرطه عم يلعب اليوم بتسعه لاعبين جدد عن الموسم الماضي، جيل جديد لفريق الشرطه وجيل جديد بالنسبه ايضا لاعبين جدد بالنسبه للمدرب محمد جديد اللي اكيد هو المسؤول عن لاعبيه وعن التعاقدات التي طلبها، بانتظار طبعا اداء فريق الشرطه اللي راح نشوفه اليوم. هل الانسجام سيكون واضح بين لاعبين فريقين؟ نتحدث عن تسع لاعبين جدد يعني باستثناء شيفان اوسي حارس المرمى ومحمد الغلاب، نتحدث عن تسعه لاعبين من عشره بارضيه ميدان اذا ما استثنينا شيفان اوسي. وبالتالي اليوم التحدي الكبير بالنسبه لفريق الشرطه هو تحقيق الانسجام قبل خوض غمار الدوري في 13 من اب الحالي. بالنسبة لفريق تشرين يبدأ هذه المباراة بحراسة المرمى أحمد بدنية، نديم صباغ، حسن أبو زينب، عمر رحاوي ويوسف الحموي بخط الدفاع. بخط الوسط عم بيكون كل من كامل حميشي، أحمد الدالي، باسل مصطفى ومحمد مالطا كأطراف. خلف المهاجم نصوح النقدلي وفي المقدمة علي بشماني. نتحدث اليوم عن نصوح نقدلي وأحمد الدالي، وكل جماهير تشرين الحاضرة اليوم تتابع هذين اللاعبين كونها ستكون المباراة الأولى لهم مع الفريق بعد عودتهم من معسكر من معسكرات منتخباتنا الوطنية. بطبيعة الحال ضربة البداية ستكون مع باسل مصطفى اللي عم يلعبها إلى نصوح نقدلي إذن وكامل حميشة. كامل حميشة اليوم سيكون بثنائية مع أحمد الدالي لأول مرة، أحمد الدالي أيضا الصفقة الجديدة بالنسبة لفريق تشرين. هذه كرة ملعوبة، تدخل والإبعاد إلى ركلة ركنية أولى ستكون لفريق تشرين. ابعاد كان من عامر دندشي اللي تعرض للطرد باللقاء الاول امام فريق عفرين وكلف فريقه يعني اللعب تقريبا شوط كامل منقوص من خدماته. المباراه التي خسرها فريق الشرطه بهدفين دون رد حملة توقيع كل من رضوان قلعجي وريف عبد الرحمن. ركله ركنيه لفريق تشرين من الجهه اليمنى. نديم صباغ عم يكون على التنفيذ مع تراجع اللاعبين نحو القائم البعيد. تقدم وكرة عالية مرفوعة والإبعاد بالرأس تعود إلى كامل حميشة. كامل حميشة يمرر لكنها خاطئة، تعود عند يوسف الحموي أيضا اليوم يخوض اللقاء بمركز قلب الدفاع رفقة عمر رحاوي. نديم صباغ يمرر جميلة جدا ناحية نصوح نقدلي. نصوح العرضية والتسديدة وباسل مصطفى، لم ينجح باسل مصطفى بالفينش الماضي بعد عرضية مثالية من نصوح النقدلي. تمريرة جميلة جدا كان قد بدأها عمر رحاوي، لعبها إلى نصوح النقدلي والعرضية كانت ناحية باسل مصطفى. الفينش لم يكن كما يجب، عم نشوف بالإعادة باسل مصطفى لم يستطع إنهاء هذه الهجمة بشكل ناجح، وبعد ذلك ارتكب خطأ على شيفان أوسي لذلك، وبالتالي تكون الكرة بوضعية الخطأ لصالح فريق الشرطة. إذن أول الهجمات بالمباراة عم بتكون لفريق تشرين صاحب الأرض والجمهور. شيفان أوسي كابتن فريق الشرطة عم يلعب كرة ناحية الأمام، الرأسية عم توصل لعلي بشماني، عم يستلم الكرة يلعب كرة خلف المدافعين. محمد مالطا عم يهرب من الرقابة وشيفان أوسي عم يخرج وينقذ مرمى شيفان أوسي للمرة الثانية على التوالي. تشرين يبدأ المباراة مهاجما وشيفان أوسي بمرتين متتاليتين عم ينقذ مرماه من أمام باسل مصطفى في المرة الأولى ومحمد مالطا في المرة الثانية. عم ترجع الكرة لصالح فريق الشرطة وتدخل كان من حسن أبو زينب والكرة عم تخرج إلى خارج أرضية الملعب. نوايا هجومية عم بتكون بالنسبة لفريق تشرين مع بداية أحداث المباراة. رامي التماس عند إبراهيم الطويل الظهير الأيسر،
عم يلعب لخليل إبراهيم صاحب أول أهداف الشرطة في البطولة كان على منتخب شباب سوريا. تمريرة بينية خاطئة تعود لمحمد مالطا أيضا العائد إلى صفوف فريقه بعد عودته من معسكر المنتخب. شيفان أوسي عم يخطأ بشكل خاطئ جدا، عم ترجع الكرة لأحمد الدالي لكامل حميشة بيغير اتجاه اللاعب علي بشماني. بشماني ويسدد من بعيد، يا سلام عليك يا علي بشماني ويا سلام عليك يا شيفان يا أوسي على هالتألق وعلى هالتصدي والإبعاد إلى ركلة ركنية. أخطأ شيفان بالمرة الأولى، هذت الكرة أمام الدالي وصلت بالنهاية عند علي بشماني وتسديده من بعيد، ولكن شيفان أوسي بالمكان المناسب عم يبعد الكرة إلى ركلة ركنية ثانية لفريق تشرين. ركلة ركنية من الجهة اليسرى، محمد مالطا على التنفيذ، مالطا وعالية ومرفوعة والارتقاء أبعاد في المرة الأولى من دفاعات الشرطة، تبعد على دفعتين وتشتت تعود إلى عمر ريحاوي الظهير الأيمن بالنسبة لفريق تشرين. ريحاوي تمريرة خلف المدافعين، نصوح نجدلي يحاول الانطلاق تقطع منه الكرة تعود للشرطة والتدخل من كامل حميشة، تدخل من كامل حميشة من أمام محمد الغلاب. إذا كما ذكرنا محمد الغلاب وشيفان أوسي اللاعبين الوحيدين اللذين في التشكيلة الأساسية اللي جددوا عقودهم، يعني نتكلم عن موسم آخر بفريق الشرطة، فيما عدا ذلك تسعة لاعبين، نتحدث عن محمد هزاع وعمر دندشي ويوسف فياضي وابراهيم طويل وخليل ابراهيم ومحمد الشيخ ومحمد لولو ويوسف عرفه وصياح نعيم المهاجم، كل هؤلاء كانت تعاقدات جديده بالنسبه لفريق الشرطه. رمي التماس من الجهه اليمنى لصالح فريق تشرين. تشرين اذا ما اراد التاهل الى الدور المقبل دور نصف النهائي يحتاج الى الفوز، بينما الشرطه يكفيه التعادل وايضا الفوز بكل تاكيد لكي يتأهل رفقة عفرين الذي تصدر المجموعة. باسل مصطفى من الجهة اليمنى يمرر إلى نصوح، نصوح يعود إلى باسل مصطفى لكن تقطع تعود للشرطة. تمريرة بوسط الملعب عم يفقدها خليل إبراهيم، عم توصل لكامل حميشة، نصوح بشكل جيد عم يسيطر بالكعب رائعة جدا إلى كامل حميشة، كامل والعرضية والكرة عم توصل إلى ركلة ركنية أخرى لصالح فريق تشرين. تشرين بالدقائق الخمس الأولى عم يكون أفضل وأخطر بشكل كبير، نوايا هجومية واضحة بحسابات المدرب طارق جبان، والشرطة يدافع حتى الآن بشكل جيد وتألق غير عادي لشيفان أوسي مع أول خمس دقائق فقط من المباراة. على ما يبدو المباراة تعد بالكثير من الأحداث، سنتابع ونشاهد الركلة الركنية من الجهة اليمنى، نديم الصباغ عالية ومرفوعة والأبعاد في المرة الأولى، تعود تشرينية عند كامل حميشة هي أهل نديم، ممكن يرجع يلعب كرة عرضية على القائم البعيد والأبعاد مرة أخرى. محمد مالطا عم يرجع بالمرة الثانية بالكرة الثانية إلى يوسف الحموي، لاعبي تشرين جيدين جدا بالكرات الثانية وبالكرات المرتدة من المدافعين. اللاعب يتوقف وباسل مصطفى قد سقط على أرضية الملعب، مهاجم فريق تشرين الذي يجدد عقده للموسم الثالث على التوالي مع فريق تشرين. يعود اللاعب للاستئناف، نديم الصباغ اللي عم يكون كظهير ايسر، حنشوف ونتابع تشرين كيف سيعوض غياب خالد كردغلي المرتقب طبعا بالتاكيد بعد انتقاله الى الدوري العراقي واعلان انتقاله اليوم. هل سيكون نديم صباغ هو الحل ام انه ممكن المدرب طارق جبان يعتمد حلول اخرى؟ هذا باسل مصطفى عم يمر وعم يكسب خطأ واضح من أمام محمد هزاع بوسط الملعب تماماً. باسل مصطفى كان عم يمر عم يتعرض للعرقلة، ركلة حرة من وسط الملعب عم تلعب بشكل قصير لعلي بشماني داخل منطقة العمليات، عم يعكسها على القائم البعيد والرأسية من حسن أبو زينب، فرصة الهدف يا نصوح يا نجدلي، نعم فرصة الهدف يا نصوح يا نجدلي، وبالفعل رأسية حسن أبو زينب عم تتهادى أمام نصوح نجدلي، لم يتوانى نصوح نجدلي عن تسجيل أول الأهداف، يبصم على أول أهدافه مع فريق تشرين
الصفقة الجديدة والوافة الجديد إلى فريق تشرين، يمتع ويبدع مع دقائق الأولى من مشاركته الأولى مع فريقه. نصوح نقدلي بهيئ كرة، بهيئ لنفسه كرة وبيسددها على يمين شيفان أوسي، عم تدخل الشباك وعم تعلن عن هدف أول لفريق تشرين. إذن نصوح نقدلي بأفضل بداية ممكنة مع فريقه الجديد، يستلم كرة حسن أبو زينب ويسدد. عم نشوف بالإعادة، يا سلام عليك يا نصوح على الفينش الرائع جدا. إذن هدف مقابل لا شيء مع الدقائق، يعني مع الربع ساعة الأولى من المباراة. إذن اللعب يعود للاستئناف، النتيجة تتغير، هدف تشرين لا شيء الشرطة. تعود الكرة عند شيفان أوسي يلعبها بشكل طويل، حتى الآن الشرطة لم يظهر، اضطر للعب بشكل دفاعي بعد الضغط الكبير الحاصل من لاعبي فريق تشرين منذ بداية المباراة. تعود الكرة بوسط الملعب، مقطوعة، الدالي مع أول انطلاقاته يمرر كرة بينية ولكن تبعد، مقروءة الكرة الماضية، عم ترجع بهجمة مرتدة لصالح فريق الشرطة على الجهة اليمنى، انطلاقة من محمد لولو، أيضا الوافد الجديد بالنسبة لفريق الشرطة. إذا ثماني دقائق مرت وهدف وحيد عن طريق نصوح النقدلي القادم من الكرامة، صفقة يتوقع وينتظر منها التشرينيين الكثير. نتحدث عن غياب المرمور ورحيله إلى الاحتراف الخارجي، من سيعوض محمد مرمور؟ الكل يتأمل بنصوح النقدلي بتعويض محمد مرمور وقدرات محمد مرمور بصناعة اللعب. عمر ريحاوي عم يمرر الكرة رغم المضايقة كانت من لاعب فريق الشرطة، يا سلام عليك علي بشماني، عم يمر من لاعبين بشكل أكثر من رائع، عم ترجع عند الدالي، الدالي بوسط الملعب بيقرر يلعبها بشكل قصير ناحية عمر ريحاوي، بجنبه نصوح نقدلي، عمر شو ممكن يعمل؟ بهيئها لنصوح، نصوح بمرر تمريرة خاطئة تعود بوسط الملعب عند خليل إبراهيم والتمريرة عند محمد غلاب، محمد أمامه مساحة مضغوط عليه من علي بشماني، يقطع الكرة وحكم لقاء يشير إلى خطأ. علي بشماني بلمحة فنية أكثر من رائعة، أكثر من رائعة كانت، عم نشوف بالإعادة، عم يمر من اللعب الأول وعم يمر من اللعب الثاني، يا سلام عليك يا علي يا بشماني على اللقطة الماضية. خطأ إذن لصالح فريق الشرطة. شيفان أوسي اللي عم يكون أساسي في مباراة اليوم، ملعوبة على الجهة اليمنى تماما على القائم البعيد او على الجهة البعيدة، الرمية التماس باسل مصطفى عم بهيئ كرة بالرأس تبعد من دفاعات فريق الشرطة الى رمية التماس بشكل سريع، فريق تشرين لا يكل ولا يمل، الكرة عم تخرج لرمية التماس عم تلعب بشكل سريع، رمي التماس من الجهة اليسرى نديم الصباغ كابتن فريق تشرين الخبرة الكبيرة 36 عام، لكن يعني ما شاء الله نديم صباغ عم يؤدي أداء أكثر من رائع. هذا نصوح عم يدخل داخل المنطقة وتبعد من أمامه إلى رمي التماس أخرى، نديم بهيئها لنصوح، يعيدها لنديم الصباغ، يعود للخلف مالطا، محمد مالطا إلى عمر ريحاوي، الريحاوي يستلم الكرة ممكن يسدد من بعيد ريحاوي ولكن بعيدة جدا عن مرمى الشرطة، بعيدة جدا عن شيفان أوسي، تخرج إلى ركلة مرمى. حتى الآن الشرطة لم يظهر، حتى الآن الشرطة لم يظهر بتاتا. شيفان أوسي عالية ومرفوعة، ارتقاء من خليل إبراهيم لم يصل لا خليل ولا علي بشماني، عم ترجع الكرة إلى رمي التماس لصالح فريق الشرطة، محمد الغلاب اللي عم يعتمد عليه بالتأكيد فريق الشرطة بشكل كبير بصناعة اللعب. إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل عم يهيئ اهل اللولو، محمد لولو عم يحاول المرور من اللاعب الاول والثاني، عم يمر عم يلعب كره لاحق صياح ولكن الابعاد تعود الى خليل، قويه تسديده من بعيد وتخرج، تخرج الى ركله ركنيه على ما يبدو يشير اليها الحكم المساعد، ركله ركنيه اولى لفريق الشرطه. عم نشوف بالاعاده التسديده، خليل ابراهيم عنده تسديدات قويه ومعروف بتسديداته، سبق وان سجل على فريق تشرين بالموسم قبل الماضي بلباس فريق الجزيره، هدف على هذا الملعب كان ولكن على المرمى الاخر. ركلة ركنية محمد لولو على التنفيذ
الأولى للشرطة، عالي ومرفوع على القائم البعيد، ارتقاء والكرة عم تخرج إلى ركلة مرمى بدون عنوان كانت الرأسية الماضية. ركلة مرمى عند أحمد مدنية، هل يلعبها بشكل قصير؟ تعود من الجهة اليسرى نديم الصباغ، يوسف الحموي، أحمد مدنية، حسن أبو زينب ينطلق بالكرة، يمرر ناحية علي بشماني المتراجع للخلف، استلام الكرات، يا سلام عليك، بمرر عند عمر ريحاوي، تقطع منه الكرة لكن يعود يستخلصها ويخسرها في النهاية عمر ريحاوي، وتتحول إلى رمي التماس لفريق الشرطة. فريق الشرطة عم يحاول يضغط بمناطق متقدمة، الكرة عم تخرج على لاعب فريق الشرطة أو حكم اللقاء يشير الخروج على فريق تشرين، تعود مقطوعة عند أحمد الدالي، بمرر ناحية كامل حميشي، هجمة مرتدة تلعب على الجهة اليسرى، نديم صباغ وأمامه باسل مصطفى، نديم يتقدم ويمرر إلى باسل، كنترول من باسل وانطلاقة على الجهة اليسرى، باسل سريع جدا يهيئ الكرة لنفسه بانتظار دخول نديم لكن يلعبها بشكل قصير جدا، باسل مصطفى لم يستطع يلعبها بشكل ناجح، عم ترجع والتمريرة خاطئة مرة أخرى، تمريرات خاطئة كثيرة من لاعبي فريق الشرطة، فريق الشرطة عم يخسر الكرة سريعا بعد أن يمتلكها، وهذه نقطة ضعف عم بتكون لدى فريق الشرطة من شاهدها حتى الآن. تسديدة وحيدة كانت على تسديدة لم تكن على المرمى بطبيعة الحال بعد خروجها لركلة ركنية كانت من خليل إبراهيم، فيما عدا ذلك فريق الشرطة حتى الآن لم يؤدي المستوى المأمول والمستوى المطلوب. رمي التماس أخرى من الجهة اليمنى، فريق الشرطة وتحديات كبيرة راح يواجهها أكيد بالموسم القادم بعد تعاقدات عديدة وبعد أسماء عديدة دخلت صفوفه بحاجة إلى انسجام كبير، أيضا مع دخول مؤمن ناجي يعني الضربة يعني القوية أكيد بسوق الانتقالات وتعاقد الأفضل والأهم بالنسبة لفريق الشرطة يعول عليه بالتأكيد فريق الشرطة كثيرا مؤمن ناجي. كرة ملعوبة على الجهة اليمنى، إرسال الكرة العرضية عالية على القائم البعيد ولكن تبعد الكرة وتخرج إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى يشير إليها الحكم المساعد، الكرة تمر بسلام على مرمى فريق تشرين. يوسف الحموي هل سينجح بمركزه كقلب مدافع مع فريق تشرين؟ حتى الآن بغياب عبد الرزاق المحمد كان من المفروض أن يشارك اليوم بالنسبة لفريق تشرين ولكن إصابة عضلية منعته من المشاركة. كامل حميشة يستلم الكرة بشكل جيد، يمرر ناحية نصوح، نصوح بشكل جيد عم يمر ويمرر ناحية عمر ريحاوي ولكن تبعد من أمامه، تعود بخطأ من دفاعات فريق الشرطة وعمر ريحاوي عم يستلمها وعم يكسب خطأ من مكان خطير من الجهة اليمنى، حكم لقاء يشير إلى استمرار اللعب، لا على ما يبدو نصوح نقدلي اعتبر حكم اللقاء الكرة لعبها نصوح نقدلي بشكل بمبدأ الأفضلية وبالتالي تعود الكرة لفريق الشرطة وهذه المرة من بوابة الرمية التماس. إبراهيم الطويل إبعاد من عمر ريحاوي من أمام صياح نعيم، طويل مرة أخرى يلعب الكرة عند اللولو وانطلاقة من صياح والتدخل من يوسف الحموي، شاهدنا يوسف الحموي بالمباراة الماضية عم يكون بتدخلاته قوي جدا وحاسم تماما من أمام المهاجمين، صفقة رابحة بكل تأكيد بالنسبة لفريق تشرين. أحمد الدالي والتمريرة إلى محمد مالطا بحاول يلعبها بالكعب ما عم ينجح، انطلاق على الجهة اليمنى، يوسف فياضي القادم من فريق الساحل الظهير الأيمن عم يكسب خطأ من الجهة اليمنى من أمام محمد مالطا، ركلة حرة إذن الشرطاوية عم ترجع إلى الخلف، محمد هزاع يستلم الكرة بجانب إبراهيم الطويل بيقرر يعود فيها إلى شيفان أوسي،
شيفان ملعوب الكرة كنترول ولكن خاطئ كان. عم تذهب الكرة إلى رمي التماس تعود لتشرين بوسط الملعب. اللعب يهدأ. أحمد الدالي يغير الاتجاه إلى عمر ريحاوي. ريحاوي ممكن يلعبها ناحية نصوح اللي عم يتقدم للأمام عم يعمل كنترول على الجهة اليمنى. نصوح بالكعب جميلة ولكن تبعد تعود للشرطة. محاولة المرور تغريرة خاطئة كانت تمام من محمد الغلاب. عم توصل تشرينية تحديدا عند نصوح اللي عم يمرها لعلي وشماني. علي داخل المنطقة عم يحاول الدخول ويعكس الكرة العرضية ولكنها خاطئة تعود إلى خليل إبراهيم. خليل بالانطلاق والتمرير هجمة مرتدة خطرة جدا لفريق الشرطة. ممكن هدف التعادل يكون مع هذه الانطلاقة الخطرة جدا. التمريرة على الجهة اليمنى ودخول 3 على 3. محاولة التسديد على مشارف منطقة العمليات كانت ولكن التدخل من دفاعات فريق تشرين. تعود الكرة والتدخل وحكم اللقاء يشير إلى خطأ. خطأ عم يكسب يوسف فياضي من الجهة اليمنى. محمد لولو كان باللقطة الماضية عم بيحاول التسديد. كان هنا فرصة هدف التعادل بالنسبة لفريق الشرطة مع هجمة مرتدة مثالية كانت وثلاثة على ثلاثة لكن لم يحسن التصرف فيها. عم ترجع دي الشرطة من الجهة اليمنى. حكم لقاء يشير إلى اللعب بمبدأ الأفضلية لكن على ما يبدو تعرض لإصابة والكرة خارج أرضية الميدان. اللاعب يتوقف إذن في هذه اللحظات. تأكيد سلامة اللاعبين أهم من أي شيء في هذه البطولة الودية. هذا محمد لولو اللي سقط على الأرض باللقطة الماضية. يعود اللعب للاستئناف هذه المرة عند محمد هزاع الدندشي. عامر دندشي يمرر بوسط ملعب. العودة إلى الخلف. دندشي يعود إلى شيفان. تمريرة قد تكون مزعجة لحارس المرمى. يعود إلى هزاع. ضغط من لاعبي فريق تشرين متقدم على حامل الكرة. قد يكلف اللاعب فقدان الكرة لكن إبراهيم طويل عم يعمل كنترول جيد. بمرر إلى الغلاب. الغلاب يعود إلى الخلف. ما زال الضغط مستمر. باسل مصطفى عم يحاول من أمام مدافعي فريق الشرطة ولكن تبعد بمبدأ الأمان والاطمئنان من محمد هزاع إلى رمي التماس. عمر ريحاوي يلعبها ناحية علي بشماني. عم يستلم الكرة يعود إلى عمر. العرضية من عمر ريحاوي على القائم البعيد ولكن باسل مصطفى عم يرجع بالكرة للخلف. يعود محمد مالطا. نديم صباغ. نديم ينطلق بالكرة. نديم من بين لاعبين. يا سلام عليك يا نديم. تمريرة لباسل مصطفى ولكن طويلة عم بتكون عليه. عم ترجع الشرطاوية بهجمة مرتدة وملعوبة الكرة ناحية الأمام. محاولة الدخول بشكل سريع من صياح ولكن عم نشوف حسن أبو زينب وعم نشوف يوسف الحموي بالتغطية الدفاعية. عم ترجع تشرينية من أحمد بدنية إلى الحموي. مالطا الدالي. أحمد الدالي. دالي جديد في تشرين بعد علاء الدالي. معشوق جماهير تشرين علاء الدالي اللي رحل بمنتصف الموسم الماضي إلى العربي الكويتي. هذا عمر ريحاوي والتمريرة. حكم اللقاء يشير إلى خطأ على نصوح النقدلي من أمام محمد هزاع. مدافع قوي محمد هزاع صراحة شاهدناه بعدة فرق. عم يقوم بأداء رجولي وأداء بطولي مع جبلة مع الفتوة خاصة. وأذكر جيدا موسم 2016-2017 الموسم الذي هبط فيه فريق الفتوة. رغم الهبوط كان عم يعدي أداء جيد جدا رفقة أيضا سليمان سليمان اللي سجل حينها 10 أهداف. كان موسم يعني مخيب بالتالي لجماهير الفتوة. تعود الكرة والتمريرة من يوسف عرفي المتراجع للخلف. يوسف فياضي. فياضي بوسط الملعب بيلعب الكرة ناحية خليل. التمريرة والانطلاقة وحسن أبو زينب بالتغطية الدفاعية. صياح عم ينطلق. صياح وحيدا منفرد بأحمد مدنية هو عم يسدد والكرة تصطدم بالقائم. أخطر فرص الشرطة على الإطلاق. صياح عم يهرب من الرقابة الدفاعية. عم يراوغ حسن أبو زينب وعم ينفرد بأحمد مدنية لكن تسديدته جاءت في العارضة. عم نشوف بالإعادة تهادى وسدد بهدوء ولكن
القائم يرد كرة الشرطة، أخطر فرص الشرطة على الإطلاق، فرصة هدف التعادل عم بتضيع باللقطة الماضية. كان ممكن صياح يعاقب حسن أبو زينب باللقطة الماضية، لكن القائم عم يكون رحيم مع فريق تشرين. هذه تمريرة خاطئة، نصوح عم بيحاول يقطع الكرة، تعود للشرطة، لولو ليوسف فياضي، يوسف فياضي عم بيحاول الانطلاق، ونصوح النقدلي بالمهام الدفاعية يبعد الكرة إلى رمي تماس. إذن الشرطة على ما يبدو بدأ يدخل أجواء المباراة بهذه الفرصة الخطرة والخطرة جدا. تعود الكرة على الجهة اليمنى، لا يوجد خطأ، ما زالت الكرة لفريق الشرطة تصطدم وتذهب إلى الركلة الركنية بعد تغطية دفاعية من نديم الصباخ. ركلة ركنية من الجهة اليمنى لفريق الشرطة، يبقى خليل إبراهيم أخطر لاعبي الشرطة بالكرات الرأسية. ركلة ركنية عالية ومرفوعة على القائم البعيد، بعيدة جدا بعيدة جدا، الكرة عم تخرج إلى ركلة مرمى. أحمد بدني عم يلعبها بشكل سريع، علي بشماني عم بيحاول يلحق بالكرة، هو وباسل مصطفى، انطلاقة لكل من اللاعبين، 4-3 وهجمة مرتدة خطرة جدا لفريق تشرين، باسل مصطفى بجانبه علي بشماني، بمرر باسل إلى كامل، بهيئها لباسل مصطفى، فرصة هدف ثاني، ولكن باسل مصطفى للمرة الثانية، باسل مصطفى ما عم ينجح بانفراد تام وصريح مع شيفان أوسي. غريب جدا باسل مصطفى باللقطة الماضية، كان بجانبه علي بشماني لم يمرر، فضل لعب خذوهات، نجح مع كامل حميشة بشكل رائع، كسر مصيدة التسلل، انفرد انفراد تام مع شيفان أوسي، ولكن الكرة عم بتضيع. عم نشوف بالإعادة انطلاقة لباسل مصطفى بهجمة مرتدة، عم نشوف 4-3، علي بشماني على الجهة اليمنى لم يكن مراقب تماما، لعب خذوهات مع كامل حميشة بشكل أكثر من رائع، واستلام من باسل مصطفى، ولكن ماذا فعل باسل مصطفى باللقطة الماضية؟ أضاع كرة بشكل غريب جدا، وبالتالي النتيجة تبقى على هدف تشرين لا شيء الشرطة. فرص خطرة جدا لتشرين وفرصة أيضا خطرة للشرطة. قلنا منذ بداية المباراة، المباراة على ما يبدو تعد بالكثير. هنا كرة لباسل مصطفى ولكن كان بموقع تسلل، يفضل البقاء، تلعب الكرة لشيفان أوسي، هزاع من الجهة اليسرى، هزاع يستلم الكرة، يمرر إلى خليل إبراهيم، خليل إبراهيم كان ممكن يفقد الكرة، تعود بوسط الملعب، خليل عم يتقدم، بمرر الكرة للغلاب لولو، تمريرات ولكنها بعيدة، وقبل ذلك حكم اللقاء كان قد احتسب خطأ لفريق الشرطة. خطأ إذن بوسط الميدان لصالح فريق الشرطة، محمد هزاع. بهيئها إلى دندشي، يعود إلى هزاع. إبراهيم طويل بشكل جيد عم يمر من علي بشماني، يمرر ناحية الأمام ولكن تبعد من يوسف الحموي، وحكم اللقاء يشير إلى خطأ لصالح دفاعات فريق تشرين. اللاعب يتوقف. كامل حميشي على الأرض بعد التدخل والالتحام الماضي. بقى كامل حميشة هذا الموسم ضمن صفوف تشرين إضافة قوية أكيد لسكور فريق تشرين اللي يحاول الحفاظ على لقبه بعد ما توج بالموسمين الماضيين. لكن يبقى رحيل ماهر دعبول وياسر شاهين وثائر كروما ومحمد مرمور وكردغلي بالتأكيد له الأثر الكبير والواقع الصعب على جماهير تشرين. الدالي، حسن أبو زيرم، تمريرة إلى عمر ريحاوي، خاطئة تماما كانت التمريرة الماضية من حسن أبو زينب، تعود إلى رمي التماس للشرطة. إبراهيم الطويل، إبراهيم الغلاب عم يحاول الدخول، تبعد من أمامه، تعود إلى كامل حميشة يفقدها، تعود إلى لولو، تمريرة مع الصياحة، عم يحاول الدخول وعمر ريحاوي بالتدخل من أمام محمد لولو، عم يبعد الكرة لركلة ركنية.
ركلة ركنية من الجهة اليسرى. ركلة ركنية إذن. عالية ومرفوعة على القائم الأول والنصوح بشكل مناسب. عم يبعد الكرة عم ترجع بالجهة اليسرى. والعرضية خطرة جدا. خليل إبراهيم والتسديدة ولكن بعيدة، وبالأصل هناك كان راية وتسلل على لاعب فريق الشرطة. يوسف عرفي. إذن الراية وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة. أحمد الدالي يمرر إلى مالطا، يعود إلى يوسف الحموي. حتى الآن تشرين في هذه المباراة فيه شيء من فريق البطولة بعد ما غابت هذه الصورة في المباراتين الماضيتين نتيجة الغيابات اللي كانت حاصلة بالمباراة الأولى. بالتأكيد هنا كرة خاطئة تعود للشرطة. لولو عم بيمر من أحمد دالي، عم بيمرر على الجهة اليسرى. الغايب عم بيحاول المرور وعم يكسب خطأ من مكان خطير جدا من أمام كامل حميشة اللي عم يتلقى إنذار وبطاقة صفراء. محمد الغلاب عم يمر بشكل رائع كان من كامل حميشة وعم يكسب خطأ من مكان خطير جدا. هنشوف ونتابع الركلة الحرة وتنفيذ الركلة الحرة. عم نشوف بالإعادة تمريرة من لولو إلى الغلاب، عم يمر والتمويه والمرور والعرقلة الواضحة كانت من كامل حميشة، والتالي بطاقة صفراء مستحقة على كامل حميشة. ركلة حرة. ركلة حرة مباشرة مع وجود لكل من محمد لولو وخليل إبراهيم، لكن أعتقد خليل إبراهيم هو الأقرب لتسديد هذه الكرة وقد يسدد على زاوية حارس المرمى. خليل إبراهيم بالفعل وحيدا، خليل يسدد بالفعل على زاوية حارس المرمى، ولكن أحمد بدنية متيقظ. أحمد بدنية متيقظ بالمكان المناسب، يلتقط الكرة يلعبها ويضعها في اللعب مباشرة عند عمر ريحاوي بانتظار دخول أحد لاعبي خط الوسط. يعود إلى أحمد بدنية، العودة إلى يوسف الحموي. يعود إلى مدنية مرة أخرى، تبادل الكرات بالخط الخلفي بالنسبة لفريق تشرين. هذا كامل حميشة يستلم الكرة غير مضغوط عليه، بيمرر إلى عمر ريحاوي، يضغط الغلاب حسن أبو زينب. يعود إلى أحمد مدنية، ضغط كان من صياح نعيم على حسن أبو زينب، وبالتالي يعود إلى حارس المرمى يوسف الحموي. أحمد الدالي، خسارة الكرات في هذه المناطق خطرة جدا بالنسبة ستكون على فريق تشرين. حكم اللقاء يوقف اللعب واستراحة ستكون لشرب المياه في هذه الأجواء صعبة جدا في مدينة اللاذقية. إذا حتى الآن نصف ساعة مضت من أحداث الشوط الأول، أفضلية تشرينية واضحة بعدة كرات خطرة أبرزها كان فرصتين لباسل مصطفى أضعهما. نصوح النقدلي كان قد سجل هدف، فرصة خطرة أيضا لفريق الشرطة أضعها صياح نعيم. إذن 30 دقيقة مليئة بالفرص ومليئة بالإثارة، مليئة بالإمتاع أيضا من فريق تشرين وأيضا من فريق الشرطة. في العشر دقائق الأخيرة بدأ يدخل أجواء المباراة. فريق الشرطة يشارك بهذه النسخة بعد غيابه عن النسخة الماضية، كان قد شارك بنسخة عام 2019 و كان قد حقق فيها نتيجة ملفتة هي التأهل إلى نصف نهائي الدورة طبعا، وبعدها خرج أمام الوحدة. هذه أبرز نتيجة له كانت بدورة تشرين الكروي. عم نشوف الجمهور ظاهر على الصورة، جمهور فريق تشرين اللي عم يكون على مدرجات ملعب الباسل.
بالتأكيد يمني نفس جمهور تشرين بأداء مشابه طيلة 60 دقيقة المتبقية من أحداث اللقاء. عم نشوف إحصائيات مباراة، 3 ركنيات مقابل 3 تسديدات على المرمى، 3 مقابل 2 تسللات كانت على فريق الشرطة، 1 مقابل لا شيء لتشرين، إنذار أصفر وحيد على كامل حميشي. والاستحواذ بالطبع عم يكون لتشرين أفضلية واضحة. حسن أبو زينب غير مضغوط عليه، مرتاح جدا، ينطلق بالكرة أمامه مساحة، يلعب كرة ناحية الأمام ولكن بعيد عن باسل مصطفى، عم توصل سهلة إلى شيفان أوسي. شيفان يبعد الكرة إلى رمي التماس، عمر رحاوي، ملعوبة إلى نصوح، عم يهيئها إلى محمد مالطا، عم يحاول الدخول محمد مالطا ولكن عامر دندشي أقرب للكرة الماضية. رمي تماس مالطا إلى الرحاوي، الرحاوي تمريرة عرضية إلى الحموي، نديم الصباغ عالي ومرفوعة ووجود لأحمد الدالي عم يحاول يهيئها لكامل حميشي، فرصة هدف ثاني ولكن الكرة عم توصل إلى ركلة ركنية. تسديدة قوية جدا كانت من كامل حميشي، لم يستطع التعامل معها بشكل مناسب شيفان أوسي، أبعدها إلى ركلة ركنية وكادت يعني أن تغلطه. عم نشوف التهيئة من أحمد الدالي والتسديدة القوية جدا بالإعادة، عم نشوف يا سلام عليك كامل حميشي على هالتسديدة. وشيفان أوسي للمرة الثالثة عم ينقذ مرمى الشرطة من هدف محقق. إذا الركلة الركنية من الجهة اليمنى بعد تسديدة قوية لكامل حميشي على المرمى. نديم الصباغ عالية ومرفوعة والأبعاد من دفاعات فريق الشرطة. تعود حسن أبو زينب المتقدم ناحية الأمام للكرات الرأسية، يبرع فيها حسن أبو زينب. أحمد مدنية إلى عمر رحاوي، بيحاول يلعبها ناحية باسل مصطفى، لا يوجد تسلل، عم ينطلق باسل مصطفى بالكرة، ما زالت الكرة بحوزته ولكن تقطع منه، كسر تسلل بشكل ناجح باسل مصطفى لكن لم ينجح بترويض الكرة والانطلاق بها ناحية الأمام وبالتالي تضيع الفرصة على فريق تشرين. عم نشوف التمريرة الأكثر من رائعة من عمر رحاوي، عم يضرب خط دفاع فريق الشرطة بشكل أكثر من رائع لكن باسل مصطفى كان ممكن يروض الكرة بشكل أفضل وينطلق للأمام، ما عم ينجح وبالتالي تعود الكرة إلى الرمي التماس. خليل إبراهيم، نصوح نقدلي عم يقطع الكرة، أداء جيد جدا حتى الآن لنصوح سواء بقطع الكرات وأيضا بتهيئتها للاعبين. مدنية بشكل جيد إلى نديم أو إلى علي بشماني عفوا، نديم صباغ يعود إلى بشماني، يوسف الحموي، الدالي، أحمد الدالي بوسط الملعب محاصر من لاعبين قد يفقد الكرة، تعود إلى حسن أبو زينب عم يهيئها، يخطئ حسن أبو زينب، تعود الكرة لفريق الشرطة بهجمة خطرة جدا والتمريرة ولكن تقطع على دفعتين من دفعات فريق تشرين. والكرة هنا تدخل وخطأ، خطأ بوسط ملعب فريق تشرين لمصلحته. تدخل الكادر الطبي، اللعب متوقف إذن حتى الآن. إذا يوسف الحمو يعود ويخرج خارج أرضية الملعب طبعا بعد هذا التوقف، عم نشوف بالإعادة والتدخل كان بدون كرة على يوسف الحمو،
على العموم خطأ ينفذ بشكل طويل. باسل مصطفى بالارتقاء عم يهيئها إلى كامل حميشة، يعود إلى باسل، باسل محاصر من أكثر من لاعب، وكامل حميشة عم يكسب خطأ وبطاقة صفراء عم تظهر بعد التدخل الخشن والقوي كان على كامل باللقطة الماضية. عم نشوف كامل حميشة بمناطق متقدمة عم يكسب خطأ، عم نشوف الآن التدخل قوي جدا كان من عامر دندشي على كامل حميشة وبطاقة صفراء ثانية في اللقاء. الأولى كانت على كامل حميشة والثانية على عامر دندشي. ركلة حرة، من سيعوض غياب المرمور عن هذه الكرات؟ اعتاد بالتأكيد جمهور فريق تشرين على محمد مرمور، لكن نديم صباغ بالخبرة الكبيرة أكيد وبقدم يسرى قوية ممكن يكون خطر جدا في مثل هذه المناطق. باسل مصطفى عم يتقدم، عم بيسدد، الله على تسديده، ونصوح ممكن يكملها، ما عم ينجح بالمره الاولى، والتقدم ولكن الابعاد ابعاد على عده دفعات من فريق الشرطه. باسل مصطفى بشكل جيد جدا عم بينفذ هذه الركله الثابته، ولكن شيفان اوسي مره اخرى يقف بوجه باسل مصطفى للمره الثالثه. باسل مصطفى وشيفان اوسي وتحدي بين اللاعبين، شيفان اوسي عم ينجح بابعاد هذه التسديده الخطره والخطره جدا. عم نشوف بالاعاده تقدم لباسل مصطفى بكل ثقه وتسديده قويه فوق الحائط. يا سلام على هذه التسديده، يا سلام عليك يا باسل مصطفى. عم ترجع عند محمد مالطا، مالطا الى باسل مصطفى ويدخل للامام. باسل بيقرر الاحتفاظ بالكره بجانبه كامل حميشه، بيمرر الى كامل، كامل يعود الى عمر ريحاوي، الريحاوي وتغيير اتجاه اللعب ناحية يوسف الحموي، استلام بالصدر بشكل أكثر من رائع، يهيئها إلى نديم الصباغ، نديم من جهة اليسرى، نديم يمرر إلى نصوح، نصوح يستلم الكرة أمام دندشي، نصوح نقدلي بيمرر بشكل رائع لباسل، باسل بهيئ ويلعب الكرة للدالي، والتسديد كانت كان قريب الدالي من التسديد ولكن تبعد من أمامه في اللحظات الأخيرة. دفاعات فريق الشرطة تبعد الخطر بالأمتار الأخيرة عن المرمى. تعود الكرة إلى النقدلي، لم يستطع المراوغة ولم يستطع الدخول، تعود إلى الدالي، يعود إلى الخلف. إذن دفاعات فريق الشرطة تبعد الخطر يعني تقريبا على مشارف منطقة الجزاء. ريحاوي، مالطا، مالطا بشكل عرضي عم يرجع للخلف عند حسن أبو زينب، تغيير اتجاه اللعب إلى الحموي، نديم، الحموي مرة أخرى غير مضغوط عليه، يلعب كرة خلف المدافعين ولكن بعيدة، عم توصل سهلة عند شيفان، اللي عم توصل سهلة بالتأكيد إلى شيفان. حكم اللقاء يشير إلى رأي وتسلل على باسل مصطفى، إذن تسلل آخر على تشرين رغم أنه كان متأخر الإعلان عن الخطأ، وبالتالي يعود لعب من بوابة كرة ثابتة بعيدة جدا من شيفان على إبراهيم الطويل الظهير الأيسر، وبالتالي تعود تشرينية. كامل حميشة، ريحاوي إلى مالطا، يعيدها لريحاوي، تمريرات متتالية جميلة جدا. باسل مصطفى، باسل ممكن يغير اتجاه اللعب بشكل ناجح، بشماني لم يستطع ترويض الكرة بشكل جيد، عم يرجع للخلف بيلعبها ناحية الأمام داخل المنطقة، ممكن الكرة العرضية طالت 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 الكرة الماضية على نديم الصباغ وتخرج إلى ركلة مرمى. تفاهم وانسجام وتناغم كبيرين بين لاعبي فريق تشرين عم نشاهده بأحداث الشوط الأول. عم نشوف اللقطة الماضية كان ممكن علي بشماني يصنع منها كرة أفضل وكرة أخطر لو استطاع ترويض الكرة بشكل جيد، لم يستطع بذلك لكن عاد ومرر كرة جميلة إلى نديم، أيضا نديم طالت عليه الكرة وخرجت بدون عنوان إلى ركلة مرمى. نلعب في الخمس دقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول، والتقدم حتى الآن لتشرين بهدف نصوح عن نقدلي مع الدقيقة الثامنة. تمريرة بوسط الملعب، محمد الشيخ بيسدد، محمد الشيخ ولكن احمد بدنية على مرتين يتصدى لهذه التسديده من بعيد، هو ظهور بشكل قوي لمحمد الشيخ في المباراه، تسديده من بعيد على المرمى.
لكن عم تكون سهلة بالتأكيد على أحمد بدنية. ملعوب الكرة ناحية الأمام، ارتقاء من الدندشي، إبعاد لرمي التماس، بشماني بيلعبها بشكل سريع، نصوح النقدلي يهيئها مرة أخرى لبشماني، بشماني بيمرر إلى باسل مصطفى، نصوح النقدلي لعب الكرات من لمسة واحدة، تمريرات قصيرة ولمسات سريعة بين لاعبي فريق تشرين، باسل مصطفى بهيئة إلى نديم صباغة جميلة جدا بانتظار العرضية، يقود هجوم سريع فريق الشرطة، انطلاقة على الجهة اليمنى، لولو بيحاول المرور ولكن علي بشماني يا سلام عليك بتغطية دفاعية يعود ويمرر، تمريرة خاطئة تبعد من الدندشي إلى رمي التماس، جيد جدا لاعبي فريق تشرين بالعودة والتغطية الدفاعية. نديم صباغ إلى باسل مصطفى بيعمل كنترول، بيحاول يلعب كرة خلف المدافعين الرأسية لكن بعيدة، عم توصل الشرطاوية ناحية الأمام، تدخل من يوسف الحموي، مصطفى باسل بين ثلاث لاعبين يعود إلى الدالي، الدالي يحاول بين لاعبين، نديم صباغ تمرير ناحية الأمام، نصوح نقدلي لا يوجد تسلل، حكم اللقاء أشار إلى تسلل على ما يبدو، باسل مصطفى كان قد تدخل بالهجمة. الوقت الأصلي لأحداث الشوط الأول انتهى، دقيقتين وقت بدل ضائع يحتسبها طبعا حكم اللقاء، إذن دقيقتين وقت بديل عن أحداث الشوط الأول. ملعوب الكرة بوسط الملعب خاطئة تماما، تعود لعمر رحاوي يلعبها لأحمد بدنية، مدنية إلى نديم الصباغ، يوسف الحموي حسن أبو زينب، كرات في وسط ملعب فريق تشرين، فريق الشرطة لا يضغط على حامل الكرة، آلية استراتيجية من فريق تشرين لسحب لاعبي فريق الشرطة ناحية الأمام مع تواجد عدة لاعبين، عمر ريحاوي ومحمد مالطا وكامل حميشة ونصوح وعلي بشماني وباسل مصطفى في الأمام، عالية ومرفوعة، الهزاع يبعد الكرة، تعود بالخطأ إلى نديم الصباغ بين عدة لاعبين بوسط ملعب، نديم باليمنى يمرر إلى محمد مالطا بهيئها لعمر ريحاوي ولكن أقرب إليها الهزاع أو عفوا إبراهيم طويل، إبراهيم طويل أقرب إليها عم يكسب خطأ من أمام عمر ريحاوي، تعود الكرة للشرطة شيفان أوسي إلى الهزاع، تمرير على الخلف، محمد هزاع يمرر، محمد مالطا عم يحاول يضغط ويستخلص الكرة ولكن الكرة عم تخرج إلى ربيع التماس، الهزاع مجددا، الهزاع مجددا يتركها لإبراهيم طويل، الطويل يلعبها ناحية الأمام، ارتقاء لكن تبعد محمد لولو، حكم اللقاء يشير إلى خطأ على يوسف الحموي من أمام محمد لولو، هل يلعبها بشكل سريع؟ بالفعل يلعبها بشكل سريع، صياح ينطلق أمام يوسف الحموي، صياح داخل المنطقة خطير جدا، فرصة هدف تعادل للشرطة ولكن الكرة عم تخرج إلى ركلة ركنية قتالية عالية كانت من يوسف الحموي أمام صياح، المهاجم الخطير والسريع على ما يبدو ستكون صفقة رابحة وقوية جدا بالنسبة لفريق الشرطة، عم نشوف الالتحام البدني القوي ورغم ذلك صياح عم ينطلق بالكرة لكن التدخل الأخير والناجح كان ليوسف الحموي عم يبعد الخطر عن مرمى أحمد بدنية وعم توصل الكرة إلى ركلة ركنية. إذن حتى الآن أفضل لاعبي فريق الشرطة على الإطلاق هو صياح نعيم بانطلاقاته والتحاماته، كان قريب من التسجيل في أحد الكرات، ركلة ركنية عم تتنفذ عالية ومرفوعة على القائم البعيد ومرر وتسدد ولكن بعيدة بعيدة تماما، وفي هذه اللحظات أحداث الشوط الأول تنتهي بتقدم فريق تشرين بهدف حمل توقيع نصوح النقدلي. كنت معكم أنا دونيس حسن، تحياتي وفريق العمل، نلقاكم بأحداث الشوط الثاني، شكرا جزيلا لكم على المتابعة.